السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي زيكم عاملين ايه؟ النهاردة زي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت هنعمل ان شاء الله مع بعض طريقة الحمام الكذاب. احنا الحلقة اللي فاتت اتعلمنا ازاي نخلي الوراك اللي هنستعملها في الحمام الكذاب من العظم. ان شاء الله تستفيدوا من الحلقة، اللي ما تابعش ممكن يخش على صفحة الهانم يقدر يعرف الطريقة ويستفيد ان شاء الله من الحلقة. المرة دي هنعمل طريقة الحمام الكذاب بالرز بالكبد والقوانص. النتيجة ان شاء الله بتاعته مضمونه وجميل جدا جدا، ما تفرقوش عن الحمام اللي ممكن تشتريه من بره وتعمليه. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول خطواتنا. انا عندي هنا الوراك اللي انا خليتها، وعندي معلقتين كبار من الخل، معلقه كبيره من الكاتشب. ما عندكيش كاتشب ممكن تحطي معلقه صلصه ومعلقه صغيره من السكر. انتوا عارفين ان الكاتشب محلي من بال يعني فيه سكر، السكر بيظبط الطعم جدا. وعندي بصله هنا مفرومه، وعندي هنا التوابل، عندي معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البهارات الفراخ، معلقه صغيره توم باودر، بصل باودر، معلقه كبيره من الملح، نص معلقه من القرفه المطحونه، نص معلقه من البابريكا. كل ده هنستخدمه في تتبيله الوراك. لازم التركه هنا الوراك تتبل قبل ما نستعملها عشان لحم الوراك يكون يعني طعمه حلو معاكي، ما يكونش دلع. اول حاجه هنعمل، هنحط بقى نوسع كده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحط البصل، الكاتشب، الكاتشب بيدي طعم حلو جدا للفراخ، معلقتين الخل والتوابل. الخطوه دي مهمه جدا، ما ينفعش ان انا اعمل الـ الـ الوراك من غير ما اتبلها قبل ما استخدمها، هتبقى طعمها مش حلو معايا. دي بقى في الجوانتي، حط بقى الايه كده، بصوا الفراخ اهي، بصوا ادخل فيها كده ايه التتبيله كده. اقصى حاجه التتبيله دي هتقعد مثلا حوالي اقصى حاجه ساعتين، ويا سلام لو عملتي الموضوع ده من بالليل، يعني بقيتيها ليله. معلش هو الطبق طلع صغير شويه، مش مشكله، هي اصلا مخليه يعني ما فيهاش عظم، مش هتاخد مساحه. اشرف كل الفراخ من التتبيله، شايفين المنظر؟ تفرق جدا الخطوة دي، بتدي طعم حلو جدا للوراك قبل ما نستعملها. كده شرب كل الوراك بالمنظر ده، هتقعد بقى حوالي ساعتين في التلاجة، وهرجع لكم تاني اوريك الخطوات اللي بعد كده هنعمل ايه. الخطوة اللي بعد كده زي ما انتم شايفين، انا جبت حلة حطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة وشوية زيت عشان اجهز للرز بتاع الحمام، وقطعت بصل صغير زي ما انتم شايفين اهو، قطع صغيره، هشوحه في الايه كده المنظر ده. لازم يتشوح كويس ويدبل البصل معايا قبل ما احط عليه القوانص، يدبل بقى وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين البصل اهو دبل. انا عندي هنا الكبد والقوانص، انا غسلهم كويس بالخل وبالملح، ومقطعه القوانص زي ما انتم شايفين قطع صغيره كده، والكبد قطع صغيره. الكبد عشان ما تتهريش منكم تقطعوها بسكينه تكون مشرشره شويه وحاميه عشان ما تتهريش منك. اول حاجه انا هحط القوانص كده، حط القوانص على العين شويه على البصل. طبعا القوانص لازم تستوي هي الاول، ما ينفعش احط الكبد معاها كده، دي تشويحه كده مع البصل، لازم القوانص تستوي الاول وتنزل ميتها عشان احنا عاوزين الرز بتاعنا نص سوا، مش عاوزينه سوا كامل. توابل بقى ايه، معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من القرفه، القرفه حلوه جدا مع رز الحمام. عندك جوز الطيب برضو حطي، في ناس ما بتحبهاش، انا بقول يعني بعوض ده بالقرفه. عندي معلقه صغيره من الجنزبيل الباودر، ثوم باودر، بصل باودر، بهارات الفراخ برضو معلقه صغيره، بتدي طعم حلو جدا. وهنحط كل التوابل دي كده، مش عندك كبد وقوانص مش متاح عندك، ممكن تعمليها بالخضار، بسله، جزر، الرز، يعني ما بيقولش ممكن رز بس من غير حاجه، تكرملي البصل للرز وتحطيه هيبقى لونه بني معاكي، وتحطي كاري وتحطي كركم هيبقى لونه حلو معاكي وطعمه حلو، وهي ممكن تحشي بيه برضو الحمام، يعني مفيش حاجه يعني ثابته في الموضوع ده، على حسب امكانياتك والمتاح عندك.
اهو المنظر ده. انا بقى هغطي على القوانص تستوي شويه وهرجع لكم تاني. اهو زي ما انتم شايفين القوانص نزلت ميتها اهو، يعني بدات تخش تستوى. حط بقى عليها الكبد المنظر ده. وبرده قبل ما احط الرز لازم اشوح الكبد شويه، يعني استنى شويه قبل ما احط الرز، استنى شويه اوريكم الشكل ايه قبل ما احط الرز وارجع لكم تاني. اهو زي ما انتم شايفين انا استنيت شويه شوحت الكبد كمان لحد ما لونها ايه غير معايا، استنيت شويه قبل ما احط الرز واحط بقى الرز. الرز ده يا جماعه رز مصري انا منقياه وغسلاه ومصفياه. تعملي طبعا رز على حسب الكميه، يعني في ناس بتحب تعمل رز على حسب كميه الحمام، بس انا بحب ازود لان ممكن ناكل الحمام مع الرز، مش لازم بقى اعمل ايه يعني اكل تاني جنبه، هو كده كفايه حلو قوي. انا بسهل عليكي مش عاوزه ايه اقلب كده. ريحه يا جماعه تحفه الرز ده على فكره، برده ممكن الطريقه دي يعني تحشي بيها الحمام التاني بقى مش الوراك كده. اقلب عشان اغلفه بالسمنه والزيت يطلع مفلفل معايا. برده بتدوقيه بتشوفي الملح بتاعه عامل ازاي، شكله عامل ازاي. ميه سخنه احط كده، بسم الله الرحمن الرحيم. مش عاوزه ميه كتير، انا مش عاوزاه سوا كامل عشان انا لسه هسويه في الشوربه، فما يكونش تفتحي الورك كده تلاقي الرز معجن. لا انا عاوزه الرز معايا يبقى مفلفل، ممكن حبه كمان صغيرين خالص وبس. واغطيه ولما يستوي نشوف هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده. اهو زي ما انتم شايفين الرز اهو استوى اهو. انا بس حبيت نسيت اقول لكم ان انا زودت حبه ميه صغيرين عن المقدار اللي انا وريته لكم في الاول. انا دلوقتي هعمل تريكه معاكم للناس اللي عامله اللي عاوزه تعمل رز بزياده تاكله مع الحمام، يعني انا بحب اعمل رز بزياده. عاوزه تعملي على القد يبقى خلاص مش هتعملي اللي انا هقوله دلوقتي. انا هاخد الرز طبعا ده نص سوا، هاخد اللي يلزمني طبق كده خارجي اللي انا هحشي بيه الحمام زي ما انتم شايفين. خلاص هاخد اللي انا احتاجه، انا كده كفايه. بصوا بقى الرز اهو هو دلوقتي مستوى كامل، فانا يعني هزودي حبه يعني نقطتين كده ميه صغيرين كده ميه سخنه حبه صغيرين خالص، واغطي عليه اكمل سواه لحد الاخر، واوطي عليه على اهدى عين عندك في البوتاجاز واحط شياطه او اوطي عليه عشان يخش في السوا واكله مع الحمام عادي مفيش اي مشكله، بيبقى طعمه تحفه بالكبد والقوانص. ويلا بقى نشوف هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده. اهو زي ما انتم شايفين الوراك قعدت في التتبيله في الثلاجه حوالي ساعتين، يستحسن برده زي ما قلت لكم تبيتوها ليله كامله. ممكن على فكره تعملوا خطوه التتبيله دي لو انتوا برضو بتستعملوا حمام العادي بتاعنا، بيفرق في الطعم جدا ولحم الحمام بيكون حلو جدا. وعندي الرز اهو، هعمل ايه؟ هجيب الورك هعمل بسم الله الرحمن الرحيم اهو، بصوا متبل زي الفل. احاول افرد بايدي الايه اللحم بتاعه، انا اوضحه لكم كده اكتر اهو. والرز طبعا اللي انا قلت لكم عليه بجيبه كده بالمعلقه واحشي. بصوا انا ما رضيتش افتح الدبوس عشان كده زي ما انا قلت لكم في الحلقه بدايه خلي الفراخ اغلي الوراك اسفه، لازم الدبوس يتقفل عشان الرز ما يخرجش منه كده. افرد كده بالمنظر ده، والجلد بتاعي انا طبعا مهم جدا الجلد هو اللي هيخليني اتحكم في ان انا اقفل واقفل كده اللحم عليه من الجلد اهو. واقفل كده على قد ما اقدر، اعملها زي الرول كده على قد ما اقدر. خلاص انا خلاص حشيت اهو رز، وهعمل ايه بقى؟ هجيب خيط هو استعلك، هجيب خيط اربطه من هنا كده، خيط يكون يعني محمل شويه جامد كده. بصوا بقى انا هدورها عشان انا يعني ايه مش مالكه قوي عشان الكاميرا. واقفل كده بالجلد، بصوا بصوا شكلها عامل ازاي من قبل ما اقفل اهو كده عشان الرز ما يخرجش منها. واعمل كده احاول اكتفها زي ما بيقولوا
انا بس مش مالكه عشان الكاميرا، وعلى قد ما اقدر اكت الحمام وافرد الجلد. رز خرق مش مشكله اشيله، ده زياده مفيش مشكله. جربوها بالطريقه دي تحفه. بصوا كده، لف كده. انا بس يا واحده مش مالكه قوي عشان التصوير. بصوا واعمل كده، ابدا احط ايه الخيط، اعمل جامد، اقفل. رز واقع مفيش مشكله، ده زياده. بصوا الشكل كتفتها ازاي اهو. ممكن اعمل واحده تانية معاكم، اي واحده. هي واحده بس، هجيب طبق احط فيه اللي احنا عملناه، اجيب الورك التاني اهو. بصوا افتح بايدي كده واجيب الرز وحشي كده جوه كده. بصوا الشكل اكنها راس الحمامه اللي احنا بنعملها اهو كده. ابدا احشي. الطريقه دي جميله جدا جدا وجديده ومختلفه. هو مش جديد قوي يعني، هو معروف بس في ناس كتير ما بتعرفش بتعمله. انا عملته لكم بمنتهى البساطه اهو. بصوا بص الشكل. اجيب بقى خيط، اعمل نفس الفكره اللي فاتت، اربط من هنا جامد. معلش عشان الجوانتي مش مخليني مالكه، والفها كده على حسب بقى ما انت ايه الاتجاه بتاعك. وافضل الف فيها وافرد الجلد اهو زي كده ما بنعمل العرق بتاع اللحمه. ساعات انا بحشيه والفه كده عشان يطلع ملفوف، بيبقى تحفه برضو. ان شاء الله في حلقه هنعمله كده. اي زياده رز مرميهاش طبعا، ما نرميش اي حاجه اهو. وابدا اكتفها وبالخيط تاني. بصوا الشكل اهو. ايه رايكم؟ هعمل بقى الكميه كلها بالطريقه دي وهوريك هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده. اهو زي ما انتم شايفين انا انتهيت اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله ما تفرقهوش عن الحمام. بص انا مكتفاه ازاي، تحفه. جربوه ان شاء الله يعجبكم. وبعدين بقى ايه، جبت حله حطيت فيها بصل وملح وفلفل وكاريهات جزر. جزر بيسكر على فكره. وحطيت طماطميه بشرطها، دي حاجه اختياريه بس انا بحب احط طماطميه على الشوربه. في اي حاجه ممكن تعمليها تسلقيها بتحطي طماطميه، بجد بتفرق جدا، بتسكر الشوربه وبتخلي الشوربه طعمها تحفه، عما تكون يعني بيضه كده شكلها مش حلو. انا هبدا اسقط اهو الحمام. حله بس تكون كبيره شويه يعني، ما مش صغيره عشان ياخد راحته في السوا. في حاجه كمان عاوزه اقولها لكم، في ناس بتحب تلفه بالفويل والاسترتش الاكياس وتحطه. لا انا ما بفضلش الموضوع ده. ليه؟ لان انا يعني لما بعمله كده حتى لو شويه رز وقعوا في الحله ولا اي حاجه ما فيش مشكله، ممكن اصفيها واستخدم الشوربه بتاعته بتبقى حلوه جدا، مرميش اي حاجه. لكن انا لو استعملت الفويل طبعا الشوربه بتاعته هتترمي لانها هتكون غير صحيه. جميله جدا الخطوه دي، بتفرق احسن من تستعملي الفويل، لانك انت ممكن تستخدمي الشوربه بتاعته مش عاوزه تستخدميها دلوقتي، ممكن تشيليها في الفريزر وتطلعيها على الاستخدام ولا بيجرى لها اي حاجه. يعني برده ما نرميش اي حاجه، كله نعمه ربنا ما نرميهاش. هعمل كده اسيبه بقى يستوي وهرجع اوريكم الشكل النهائي يكون عامل ازاي. اهو زي ما انتم شايفين استوى بسم الله ما شاء الله. بصوا الشوربه بقى شكلها عامل ازاي، ريحه الشوربه عشان الحبهان والورق اللوري انا بطحنهم في الكبه وبحطهم بيدوا ريحه تحفه. انا هقفل عليه. بصوا بقى استوى ازاي على فكره برضو الخطوه. بصوا بسم الله ما شاء الله شكله عامل ازاي اهو. استنوا خيط فك مفيش مشكله. اسفه جدا. استنوا الخيط. طب ثانيه واحده، اجيب اي حاجة اقطع بيها اهو كده. خلاص ده معايا وبقى معايا اهو، مش مشكلة
هو كده كده خلاص ماسك في بعضه. بصوا منظر الشوربه، بس انا حبيت ارجع لكم في الخطوه دي اوريكم منظر الشوربه عامله ازاي. حرام ان احنا بقى لو كنا عملناه بالفويل كانت الشوربه رميناها. تقدري تصفيها وتستعمليها ويبقى تحفه. بقى هطلع الكميه من الحله وهفك الخيط منه وهنحمره واوريكم الشكل هيبقى عامل ازاي. هرجع لكم بقى لما نيجي نحمره. اهو زي ما انتم شايفين انا طلعته من الشوربه وفكيت الخيط منه، بصوا شكله عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله زي الحمام بالظبط، ما تفرقهوش خالص عن الحمام، طعمه بقى خطير. انا جبت بقى طاسه وحطيت فيها معلقه سمنه على شويه زيت. يعني لو عملتيه بزيت بس مش عارفه، انا بحس ان هو طعمه بيكون متغير، ما بيديكيش طعم الحمام، لازم احط سمنه. بسخن الطاسه جامد وايه واحمر. بسم الله الرحمن الرحيم. افضل اقلب فيه كل شويه عشان كل ياخد لون واحد. بصوا شكله ريحته خطيره. الشوربه بقى بتاعته تقدري بقى تعملي بيها اي حاجه، شوربه بعصفور جنبه مع الرز وخلاص، وتبقى وجبه متكامله، ولا تعملي اكل ولا تطبخي ولا اي حاجه غير كده، او تشيليها في الفريزر زي ما انا قلت لك. يبقى احنا كده استفدنا من الاكله دي من كل حاجه، ما نرميش الشوربه بتاعتك. مش خالص هبدأ احمره. طيب انا هحمره وارجع لكم تاني اوريكم شكله. زي ما انتم شايفين انا فضلت اقلب فيه عشان كله ياخد لون ذهبي واحد. انا بس حبيت بس اوريه لكم، تفضلي تقلبي فيه كده وتدوريه عشان كله يبقى لون واحد. خلص بقى الكميه ونشوف هنقسمه ازاي. اهو زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، اظن بقى ما تفرقهوش عن الحمام. بص الشكل عامل ازاي. فاكرين الرز اللي احنا سويناه بقى جميل جدا، بيتاكل معاه مع شويه سلطه شويه شوربه من الشوربه بتاعته، اظن ما فيش بعد كده. اتمنى بقى انكم تجربوا الوصفه، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير ودعوه حلوه، ولو عايزين تشتركوا في القناه فعلوا الجرس. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في وصفه جديده.